رجعنا معكم في كان اكسبريس وتغطيتنا الخاصه لكان توتال انرجي الكامرون 2021. رحب مره اخرى بضيفنا اللاعب الدولي السابق انيس العياري اسلام المدب كذلك معنا في الاستوديو وليد برحومه قدام الميكرو. هذا الفريق اللي رافقكم حتى الاربع متاع العشيه. الجزائر ما زالت متعادله 0-0 مع منتخب سيراليوني، نلعبوا في الدقيقه 80 والجزائر بنفس تقريبا بنفس النسق قاعده تهاجم من غير انقطاع، تخلق في برشا فرص لكن تضيع في برشا فرص كذلك. هذا بالنسبة للمباراة اللي قاعدة تلعب. نذكركم اللي اليوم زوز من العمالقة متاع الكان باش يتنافسوا مع الخمسة متاع العشية، نحكيو على المنتخب النيجيري والمنتخب المصري. المباراة الثالثة مع ثمانية متاع الليل السودان وغينيا بيساو. قبليك حكينا على التشكيلة متاع المنتخب ونذكروا بها تشكيلة، باش يكون بن سعيد في حراسة المرمى، المثلوثي على اليمين، علي معلول على اليسار، ثلاثي في المحور هما الطالبي العيفة وبرون، قدامهم كل مسخيري والعيدوني، وثلاثي القدام الخاوي السليتي والخزري. قبليك الكلمة اللي قالها أنيس منذر الكبير باش يعمل ثورة في حراسة المرمى متاع المنتخب، يقصد كونه باش يجيب وجوه جديدة وباش يبدا باعتماد بن سعيد في أول مباراة ضد مالي. كبيرة كلمة ثورة، راه ما نسالش تتعدى، هي ساعات تعبير مجازي يكون، أما حق ناس هذا يعني إنسان خذا وقته فيه ألف بركة، عنده إيجابياته وسلبياته، وكل وقت كل فترة يجي معناتها تتغير يجي جارديان آخر، معناتها قبل شكري وقبل علي بومنيجل وقبل برشا معناتها حراس كبار كانت التسلسل في الأحداث. اليوم الفترة نتاع فاروق وفات، معز بالحسان يذولي من كوب دي موند الأخرانية خذا لارجو مو دو طون، اليوم زاد ثم دي جارديان ما عادش ينجموا يقعدوا يستناو، علاش نخسروهم احنا اليوم؟ كيما دحمان كيما بن سعيد كيما علي الجمل هذوما جارديانات يلزمنا زاد احنا نكتشفوهم من خيرة اللي عندنا اليوم، وتوتار باش تعمل عليهم، نربحوهم احنا شويه وقت. اليوم عطينا الفرصه لبن سعيد، متاكده متاكد باذن الله سبحانه وتعالى انه الجارديان هذايا عنده فورس دو كاركتير، عنده كل الامكانيات باش يكون الحارس الاول على المستوى الفني. تقعد نقطه بركه اللي هي تنقص واللي هي على مستوى التجربه ومستوى الاكسبيريونس اللي هذا موضوع مهم زاد، لكن كي تبدا عندك الكاليتي وتبدا عندك لانفي وتبدا مركز ينجم يعمل سوربريز. وراو لونطام مهمه برشا بالنسبه لبشير، اذا عمل المباراه الاولى واذا كما نقول احنا بلغه الكوره نجزها وحضر ماتشكم من فوق وتعدى الماتش الاول الماتش الثاني والثالث، على قد ما يلعب مباراه على قد ما يخف الضغط، وعلى قد ما يلعب مباراه على قد ما يصير الاوتوماتيزم بينه وبين الدفاع، على قد ما يلعب مباراه على قد ما ياخذ اكسبيرونس. نتصور بشير لونتام مهمه برشا، يزمو يركز يكون اتونتيف، مش جديد على المجموعه، يعرفوه المجموعه وهو يعرف المجموعه، عنده برشا يعيش معاهم. متاكد اللي بشير ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى يعمل ماتشو ويدخل من الباب الكبير بكل التوفيق. كل التوفيق، ما كانش ينجم يعاونوا الاطار الفني كان مثلا نعتمدوا حتى في مباراه واحده في كاس العرب. وليد سلاح ذو حدين، انك تعتمد على جارديان اول مره ما نشكوش في قيمته الفنيه وما نشكوش في مؤهلاته ولا برشا حدود بهيل مع الاتحاد المونستيري، لكن سلاح ذو حدين انيس انك تطيش جارديان ما عندوش خبره كافيه مع المنتخب الوطني التونسي في كومبيتيسيون بحجم هذه، ظهر لي تخلي حتى الحمل عليه هو ثقيل شويه، يعني ما وفرناهوش الظروف الباهيه باش نحطوا في بطولة بحجم بطولة افريقيا، لو كان جاو مقابلات ودية خاصة قبل الكاري نجم يكون أفضل. ما يلزمش يتشرط الملاعب راه في لونتام تاع بداية الكارير نتاعو، معناتها أول مباراة عمري 16 17 سنة لعبتها مع ستاد تونيزيان في صفاقس في الكولوار يمين بوجلبان سامي ترابلسي اكسيار اسكندر صويح حتى ترابلسي. أما جارديان يعني مش كيف ولا خليني يكون واضح في حاجة، اليوم زاد انت باش تكون حارس ممتاز وحارس كبير وتعمل كارير كبير لازمك تعدى بالمراحل هذوما، سافياندرا لوجور باش تلعب باش نلقاو لك زاد الكليمان اللي باش تدخل فيهم، تنجم انت في عمرك ما لعبت مباراه وبدينا احنا نمهدوا له انيس، كنا نجموا مثلا في الكاس العربيه نعطيوه يا اخويا نعطيه 90 دقيقه. هذا شوف هذا الاشكال، هو ما كانش متروح وقتها هذاك، شنو هذاك علاش كي يحكي على ثوره الكبير خاطر ما كانش هذا في ذهنه. لا وتو المشكل وين؟ تو افون لافين تاع ماتش باش نعاودوا نرجعوا ما مهدنالوش وما مهدنالوش وعطيناه وما حقناش. انا من راس سي تو سي تو كل يد خذات اختها والجارديان هذا والحارس الاول باش نقعد نرجع بالتوالي ما مهدنالوش ونقالوا صيغه ونقالوا اسباب ومسبات حتى كان ما نجحش نقولوا ليه راهو احنا الله غالب ومعطينا، هذي مو حارس موجود يلزمك تلعب، عندك ثقه في روحك وموجود في المنتخب تستحق تكون موجود باش تلعب تو ولا من بعد هي بيدا، عندك ليكاليتي ولا ما عندكش؟ هذا الحارس موجود في المنتخب عنده ليكاليتي، عنده كل الامكانيات باش يكون الحارس الاول. تقول لي ما مهدنالوش كيفاش معناتها
ندخلوه بالجبه البيضة وبالطبله ونحاولوا زاد كيف كيف نمهدوا له. ما هذوك هما اللي كلين مهدوا له بماتش اميكا على نيس. اي ما كتبش الماتش اميكا، هو في حد ذاته، هو في حد ذاته اليوم موجود عنده مده مع المنتخب وكومبيتيتيف مع المستير وحارس ممتاز، ما يستحقش الماتش اميكا هذا. انا نتصور انا الحارس حارس مهما تكون. ما نعطيك انا امثله مثلا اكزامبل، ثم كريم حقي في ليكيب ناسيونال يذولك دخلناه معانا ما مهدنالوش، يعني تخلى معانا في الصلب الموضوع ديريكت وفرض روحه يعني عندك ولا ما عندك. لك وانت ملاعب تعرف اكثر ماهوش كيما جارديان كيما ملاعب الحق بوست حساس برشا ولا يذولي. انا نحس اللي ثم بينات كنتي وخونا ثم دوت فيه بشير بن سعيد. لا لا والله لا مش هذا، مش هذا بالعكس بالعكس. لا لا كونفيرمي راهو جمله جمله ما نشكوش في مؤهلاته وداير حتى في الاوف قبيله. قلت لك راهو في مثل هالظروف هذه ينجم راهو يعطيك حارس عملاق، ينجم يخرج لك حارس عملاق، لكن نجم زاد تقديله على كاريرو. هل دفاعيا هو باش يلعب كونتر 11 نتاع مالي؟ انت تتصور اللي بشير بن سعيد غدا باش يلعب كونتر 11 تاع مالي ما عنده ريديو ديفونسيف ولا متفكر. اللي هو متكون من ثلاثه، ما هو محمل الجماعه ريش كما يقولوا احنا باش نتعاونوا احنا ولا انت غدا كي يبدا لك الطالبي في فورما وبرون في فورما والعيفه في بو في فورما وياخذوا لك لي بالايريان ويكونوا واقفين مليح يخلطوا لك لي ديشي الكره، يعني يخلطوا لك الكرات اللي مش سوا ديزون اللي نجموا يوجعوك، تقعد الوقفه نتاعو يكون اتونتيف على البتي ديتاي يعدي ماتشو. اما انت كي تبدا عندك ثلاثي بقدر تربي غدو يبدا في نهار كبير، نتصور زيد هو يدخل في المنظومه الدفاعيه ويكملوا بعضهم. انا نتصور غدوه بشير بقدر تربي سبحانه وتعالى عندي ثقه انه باش يعمل لنا ماتش باهي، رغم سيفري خا عندي بلاست في بلاست منظر كبير. تختار بشير انت بارابول تروا جارديان الاخرين؟ اي مؤكد ما عندي حتى شويه اخر، على خاطر كي تجي تصنف ما بين علي جمل ودحمان عندي اسبابي الفنيه تخليني نصنفه هو الاول. هاو علاش علي جمل الفتره الخايبه اللي عدي فيها مع ليتوال تحب ولا تكره، السلسله نتاع النتائج السلبيه تاثر زاده. الكليما نتاع ليتوال اللي جا منها زاده دي كليما با تيلمو حاجه تشجع، جا ممسوس شويه. دحمان تحب ولا تكره حارس كبير وممتاز لكن مش في الليفل نتاعو كروازير، يعني هو ديجا توا من بعد الكوب دافخيك يحب له اقل شيء شهرين ثلاثه بالكومبيتيسيون باش يرجع يسترجع. ما نتعاطفوش برشا، خلينا نحكيو معناتها نحكيو اولاد ميدان. راو دحمان اليوم ما ينجمش يكون في الحراسه نتاع المنتخب في الوقت الحالي. فاروق ما حكيتش عليه. فاروق قال لك هو باش يمشي ينكدر الملعبيه يموت ماشي واحد. اما راو يجي يقول لك حاجه، فاروق اللي بارشا كريتيك عليه اللي انا تمنيته يتنحى راهو باش ما تصيرش بلبله يتنحى، لكن لو فات انه موجود في الاربع جاردينات سافي اندرا جورج باش تستحقوا. هاو بيناتنا الوقت باش تستحقوا فاروق. فاروق راهو تحب ولا تكره رغم غلطه الكبيره ساعات في ماتش يعمل لك كاري دوخ يرجعك في ماتش. صحيح احنا برشا مباريات فاروق عمل فيهم ديزاري كبار برشا في زامبيا في غينيا. تستحقوا شنو معناها ماتشات يهبطهم هو باش نرجعوا ولا في بينالتيات ولا بينالتيات تحكي ينجم نحيلوا الجنسيه فاروق التونسيه. لا ماكش فاهمني يعني موجود قلت لي تستحقوا في كوب هو توا يتصنف. انت مثلا بشير بن سعيد ان شاء الله ربي يكرمه، ما نحبش نحكي على النكسات والخيبات ان شاء الله. لا نقول اللي بشير بقدره ربي سبحانه مشى الليفل نتاعه وهز المنتخب ومشى هو البالي اخرى، ارتحنا من مشاكل حراسه المرمى لا قدر الله. ثم شكي بس عاود تريسكي بواحد اخر هاك انت حط روحك على البنك وتفرج قول انا ريسكيت بلو لقيت مشكلة. لا انا رايي خذيت بشير بن سعيد يكمل بشير بن سعيد حتى لو كان لا قدر يغلط يكمل هو. يلزمك تعطي فيه باش ما نرجعوش لنفس الاشكال نتاع بدل الجارديان كل ما يغلط. يعني الجارديان لازم ثقة باش نعملوا احنا الاعلاميين والفنيين لازم ندعموا بشير بن سعيد حتى في النكسة والخيبة. رد بالك غدوة تخسر المنتخب لا قدر الله وتصير نتيجة سلبية وبشير بن سعيد يكون طرف فيه، أتو في تونس كامله كيفاش الطالب بتغيير بشير بن سعيد؟ يا اخي المدرب ما يعيش تحت ضغط ولا ما يعيش. احنا نوصلوا ميساجي يوصلوا هو شي يولي اوبليجي يغير. اما هو بشير بن سعيد مهما تكون المباراه يلقى الدعم باش نتواصلوا معاه. تو الاطار الفني بده يلقى راحته ويخليه يواصل، معناتها هذه حاجه معلومه. ما احنا عندنا دور كبير زاد التواصل الاجتماعي الماده الاعلاميه الفنيين المحللين الناس هذوما. هي ما في الاخير انيس فما مدرب ومن المفروض مش فيسبوك هو اللي هبط التشكيله راه. ليه توا سامحني في فيسبوك يجيب في مدربين ويجيب في ملاعبين. هذاك شنو معناها؟ انت تعرف الشيء هذا. نعرف هي ما في الاخر ما هو زاد فما مدرب وفما شخصيه مدرب وفما اختيارات مدرب اللي يلزمه يمشي فيها. ليه انا شخصيه تحكي عليها؟ انا شخصيه تحكي عليها مدير. خلينا نكون واقعيين يا اخي، انا نحكيو على شخصيتي. تشد كلاشيني كل يوم في كوان، مهما تكون قوتي ومهما تكون تضعف العباد توصل حتى تسبك في شرفك وحتى تمسك معناتها لين يضعف العابد. خلينا نكون واضحين يا اخي، احنا نعملوا في النقد البناء
احنا نعمله في النقد الجراح اللي يوصل حتى للعمق معناتها، يعني انت اليوم كي تحطه في كوان المدرب وتقعد تضغط عليه بيان سور هو باش يطيح تحت الضغط واللي يغير. باهي هات جست نوضحوا نقطة، راو كي نحكيو على الموضوع هذا وبالتحديد كي نحكيو على بن سعيد، رانا أولا نتمناو له كل التوفيق، ثانيا ما نشكوش لحظة في إمكانيته، هو حارس ممتاز وواعد. وغدوة إن شاء الله لقيت هذايا نبداو ونهنيو في رواحنا كونه المنتخب رابح وبن سعيد عامل كلين شيت إن شاء الله. راهو وكيما كان يحكي أنيس العياري حتى كان أخطأ بقبول أهداف ولا من غير قبول أهداف، راهو يلزموا شوية دعم ويلزموا برشا تشجيع ويلزم شكون يقف معاه، هذايا رانا متفقين فيه. ثم حاجة مهمة لازم نوضحوها، راهو مانيش نلعبوا في ماتش ميكار هذايا كان ليه وضد الاصعب في المجموعه معناها. خليني نكون واضح، منتخب المالي ماهوش اي منتخب. خلينا نكون واضحين، انا نحكيو يعني اعتبار خساره تولي عاديه والنيل عادي وما ترشحناش عادي وفصحى وما راح واحد ليه كوب دافريك عنده تجيب دكتيف عنده في ترتيب الفيفا المنتخب يزمو عن بالي اخرى يزمو يطلع درجات اخرى زاده في الترتيب نتاعو يزمو انت عاملين عمر كاريداس اليوم تحكي على كاريداس وما بعد كاريداس نحكيو على تيتر ما تنجمش تقول لي انت راهو في كوب دافريك حارس غلط عادي ولا ريزولتا عادي، انا ما نحبش تتعدى كيكه خاطر انا بالنسبه لي انا كان كل شيء عادي علاش ماشي نشاركوا، لازم نعطيهم امبورتونس كوب دافريك سي لا كوب دافريك ريزولتا مهمه وتقعد ديما سمعه المنتخب. يعني انا ما نجمش نضحي بمنتخب على خاطر حارس كمان ثم لا انا اللي قصدته كونه في منافسات سواء في كان 2019 ولا في الكاس العربيه الحارس اللي غلط غلطه خرجناه وهذه كانت حاجة غالطة برشا وحاجة ضرت برشا بالحراس. هذه هفوة متاع سيمون ذو الكبير حقه حراسة المرمى من الأول وضحها وحط لي بوان سور لوزي من البدايات ويعرف. أنا خلينا الواحد آخر مشكلة كان ترجع له أنت تو يقول لك راهو يعطيك أسباته ومسباته خاطر هو اللي يعيش معاهم أقرب إنسان والفيستير راهو تعرفها أنت فيها ولا نعرفها أنا. يعني هو يعمل شوا لكن بعد الدوري نجم يعطيك كوندروندو كامل يقول لك علاش أنا جبت فلان وفلان وفلان هو بيان سور باش يوضح لكن نشوف انه وقت الحراس توا صيد سكر الدوسي لافي تاع ماتش بشير او لا احد بالنسبه لي كلنا بشير بن سعيد الكلنا ورا تونس ومتاكد انا اللي بشير بن سعيد عنده كامل المؤهلات الفنيه والذهنيه وتحسه حارس كاريزماتيك معناتها عنده شخصيه قويه والحارس هذا يحب قاعد يكتشف في روحه من الجديد يعرف اهميه البدايات نتاع نتاع المنافسه الافريقيه واول مباراه ليه عنده من الاكسبيرونس ما نجم يجري الضغط اللي فيه خاطر هو راهي الحكايه كلها هي بريسيون يصير ضغط كبير على الملاعب باش يصير الملاعب ما عادش تعقله ساعات الملاعب في لونترومون تشوفوا نوع وفي الماتش تقول هذا من ما عقلتوش ما بين لونترومون ما بين الماتش شنو الاشكال هو البريسيون اسكو انت عندك طاقه نتاع تحمل باش تنجم تعدي الضغط هذاك وتعديه من بعد يولي ايجابي والا الضغط هذاك يهزك لزاويه اخرى اللي انك معناتها تخرج على تفقد امكانياتك وتفقد برشا حاجات دي روبير فيك انا نتصور بشير بن سعيد عنده كل الامكانيات انه باش يتحمل الضغط هذاك دوما تبامبي كوره الزفاره الاولى كوره الاولى يا خويا كوره الثانيه درج درجين صايي بشير بن سعيد خلف الدوره خاطر العلم ما فيهش كوره اللي لعب كوره يعرف الضغط اللي تسلط عليك جمعه كامله ليت مباراه تصفيره المباراه انتهى كل شيء يعني باش تدخلوا في السيكل وانا متاكد اللي باذن الله سبحانه وتعالى باش تتبع النتيجه غدوه وبشير باش يكون بيرفورمون ان شاء الله. شنو برونستيك يعني للبطوله تونس؟ للبطوله ولا المباراه؟ البطوله. ايه ما نجموش نفوتوا كاريداس وبالنسبه لنا كاريداس تتويج. ما نجموش نهزوه. لا ما نحكيوش على تيتر. انا بالنسبه لي انا تيتر انيغوسي. انا كي شفت تونس توصل كاريداس في وسط الظروف اللي خدمنا فيهم لافي واللي بليسور اللي موجوده وبرشا حاجات ان كاريداس شابو با بالنسبه للمنتخب والاطار الفني وبالنسبه لينا ما طالبهمش اكثر من هكا في وفي في في ظل وجود منتخبات عمالقه عندهم الامكانيات الفنيه اللي هي تفوتنا برشا. علما وانه المنتخب الجزائري يلعب في الدقيقه الثالثه في الوقت البديل مازال متعادل 0-0. وليد بصراحه ما حبتهم سكور لا نورمالمون تبدا رابحه 5 الجزائر من الباب الواطي رابحه 5 بالمرتاح برشا فرص ضايعه يعني. قاعده تضيع في فرص معناها بصفه غريبه معناها وانا نتوقع كونه باش تمركي في الوقت البدل الضايع حسره كبيره هنا من البنك نتاع واضح حتى المادي نتاعهم مش فاهمين شيء سامحوني تفضل خليني نكونوا واضحين ها وانا نتفرج وانت تتفرج بن عيادة عامل هكا المدرب يضرب في راسه تو هذا ماتش فينال موش فينال هذه الا اونتام تاع تورنوا صحيح شوف انت الضغط والمسؤوليه نتاع الشعب وراهم ويظهر لي انتهى يظهر لي انتهت المباراه خاطر شوف الصدمه الكبيره ولا وفات الماتش وفاز فرس شوف الصدمه هذاك الضغط يعني انت لو كي تعمل نيل ما يقبلوهاش في الجزائر
كيفاش انت منتخب مرشح للدوره وتعمل نير كتر السيراليوني وتدخل بوليميك كبيره ولهنا يدخل الدود في الملعبيه. احنا ليش الحاجه اللي عجبتنا قاعدين نخدموا اون سيلونس. كعبه كعبه انا نحب ما يرشحوناش يخليونا نخدموا اون سيلونس. ان شاء الله ربي حاجه برك نقولها يبعد علينا الكوفيد، خاطر اذا مسلنا اولادنا نجموا نخسروا برشا منهم. يقعد الجروب هكا يقعد لاباس من غير اصابات بالكورونا، ملاعبيتنا كابابل ويعرفين عارفين المسؤوليات نتاعهم. ان شاء الله باذن الله غدوه لونطان باش تكون ايجابيه للمنتخب. يعني السؤال متعلق بالكوفيد، ما تشوفش نحن نجموا نستهدوا من النقطه هذه تو مثلا المنتخبات الاخرين اللي هو قاعد باش نقول متفاهمين قاعد يمس في المنتخبات الكل. فاني مس مصر محمد صلاح، مصر معناتها صلاح اشترى ليكيب، تزير كيف كيف عندها برشا نجوم. بالكونتر نحن عانيس عندنا مجموعه اللي يغيب واحد مثلا حتى لا قدر الله تمس عندنا شكون يعاود. تشوفش صلاحنا النقطه هذه ولا انا مش على التعويض على ليتا ديسبري، معناتها ليتا ديسبري شنيا الكلهم يجيبوا النجوم نتاعهم يدجوا بالنجوم ونجوم وصلاح ماني تشوف منتخبات يبداو يصوروا فيهم. احنا ندخلوا المطار عابر سبي يعني باش نكونوا واضحين، ما عندنا لا شكون يلعب في ليفربول لا عندنا حتى شيء. لكن كي تشوف المجموعه والجروب والسوليداريتي نتاع اولادنا والانفي هذاك هو لاتو نتاع يربحك الماتشويت راهو مش اوبليجي عليك. عندك خمسه ساعات النجوم يعملوا لك مشاكل في الجروب يفرقعوها لك. اي ما جاوبتنيش على النقطه اللي قلت لك نتاع الكوفيد. نتاع الكوفيد اي ولا خاطر المنتخبات الاخرين يعملوا برشا على النجوم، احنا ما نعملوش على النجوم، احنا نعملوا على المجموعه. معناتها شكون صالحنا؟ ليه هي ريتا دي سبرينتي يعني هي الناجحه. ما عادش انت منتخب تجيبوا نجوم كيما ما متزاير وكيما اكس ما معناتها تجيب برشا نجوم تقول باش ننجح بهم. ليه ساعات النجوم يفرقعوا لك فيستير ومش احنا ديما يغيب يوسف عندك شكون تكتشفوا جديد. يعني ريتا دي سبري والجروب والانفي هذيك هي نقاط القوه نتاعنا والاسلحه نتاعنا في كوب دافريك هذه معناتها. وحتى لتوا ما فما حتى منتخب نجم يربح اكثر من هدف فارق، وتوا اول تعادل في الدوره الجزائر وسيراليوني واول مقابله ما فيهاش اهداف. هذا شنو يعكس انيس؟ هل انه المستوى متقارب والا عندك ملاعبيه يجيو كل ملاعبي من فريق ما همش متجانسين يبداوا بشويه بشويه ياخذوا على بعضهم في الدوره؟ لا ديما لونتام تاع اي دوره راهو صعيب. ديما مباراة افتتاح صعيبة، حتى أنا في 2004 كانت صعيبة علينا برشا مباراة رواندا راهو ماركينا رواندا عدت لنا رواندا وكنا نجموا نقبلوا الثاني. صحيح. عاودنا ماركينا الثاني ومباراة فينها 2-1 يعلم بينا كان ربي باش خرجنا بتروا بوان هذوكم. أما من بعد المرابطة الكونغو لقيناها سهلة، مباراة الجينيز هذا كيف كيف مشينا تعادل وقتها مترشحين أنتم. مترشحين بديت الكورب بالكدا ربحنا السنغال نيجيريا. بدا الجروب يلحم. بديت على الاوتوماتيزم بدا يتكون خاطر ديما لونتام ديما فيها تخوف فهمت. 2006 زاد كيف كيف ربحنا جوكرو زامبيا 4-0 4-0 عملنا لونتام. صحيح. بعد للاسف تقلبت المعادله ولا هذيك علاش قلت لك راهو لونتام ما تلومش عليها برشا. لكن نتوقع ونتصور انه البدايات صعيبه، لكن من بعد كي تدخل اليوروبير نتاعك والملاعبيه يوليو يدخلوا في الدوره والربح يجيب الربح. ديما ابني على الربح. نتصور غدوه لونتام حتى كان نكونوا خايبين على المستوى الفني والنتيجه تكون لصالحنا نجموا نبنيوا عليها. لكن كي تبدا انت منهزم ما تنجمش تبني خاطر ثم دوت باش يدخل في الجروب، المجموعه باش تتمس، المدرب مطالب بالتغييرات، يعني تنجم تغير لك الجو كامل. ان شاء الله ان شاء الله تكون النتيجه لصالحنا غدوه ان شاء الله. ان شاء الله غدوه البدايه تكون موافقه للمنتخب التونسي. ذكركم ضربه البدايه باش تكون معاه مساعتين نتاع القائله باش يكونوا معكم بدايه من ماذي ساعه في تغطيه خاصه لافون ماتش لو ماتش ولا بري ماتش. ان شاء الله تعيشوه معنا على اكسبريس اف ام. قلنا الجزائر حقت اول تعادل، للاسف ما نجمش نقولوا حقت يعني تعرضت ولا ما نجمتش تنتصر ضد منتخب سيراليوني في طقس سخون برشا. وكان معنا انيس قبيليكا صاحبيني من الكامرون يحكي على حراره خانقه كي نزيدوا نحطوا معها الرطوبه تولي مشكله كبيره. بعد شويه مباراه كبيره برشا ما بين نيجيريا والنيجيريا ومصر المنتخب المصري. جوست نذكر اللي المنتخب الجزائري معاه في المجموعه كل من منتخب كوت ديفوار وغينيا الاستوائيه. المجموعه هذه تهمنا باعتبار انه لو كان نكملوا اللينيين باش نلعبوا الثانيه فيها، دونك تهمنا برشا المجموعه هذه. بالضبط. دونك في نفس المجموعه فما غينيا الاستوائيه وفما الكوت ديفوار. الجزائر على الورق فلت على نفسه ثلاثه نقاط. انيس فما نقطه متعلقه بالترتيب نتاع المنتخب، اذا كان نكونوا ثانيين الباركور يكون اسهل برشا من نكونوا الاولانيين. انت تعتقد ان معناتها يمشيوا الملاعبين نجموا يحسبوا حسابات هذه والا تلعب ماتشواتك كما هي؟ لا مستحيل. انت تفهم انت لهنا تحدد السقف الطموحات نتاعك. يعني الهدف كان باش تلعب على تيتي لازمك تكرازي ناس الكل، ما يكون الادفرسير تمشي وتكرازي وتخبي وراك وتتعدى.
كاين انت عندك سقف نتاع الانكار ولا دومي وتحب تخدم مخك وتكسر راسك. انا مراش وانا مراش انه اليوم لعبيت المنتخب باش يحسبوا انك تعدى الاول ولا الثاني باش يلقى ادفرساري اخر. لا لا، ليماج تاع تونس والعقليه التونسي رباح ما يخافش مش خواف. نتصور ان شاء الله مانيس راهو كي تجي الاول تواجه السنغال ولا كوت ديفوار، وبعد اذا كان ترشح تواجه السنغال معناها نقولوا حتى كان ربحناهم ونجموا نربحوهم معناها باش يكون لك برشا مجهود بدنيا كيفاش تلقى روحك من بعد معناها. باغ كونتر كي تكون الثاني تواجه الثالث في المجموعه الثانيه مجموعه السنغال معناها باش تبعد على السنغال ومنتخب اقل مستوى، وبعد تجيك كامرون ممكن اللي هي بلد منظم نجم نقولوا حتى اقل شويه من انك تكون الاول. شنو رايك؟ ما نصورش يلعبوا بالنار الاولاد باش يحسبوها الحكايه، كي نجموا ما يتعداوش من بعد نجم النتيجه ما تمشيش لصالحهم. نتصور انه مش يمشيو ديما في المبدا نتاع لولاني وتعب الربح يجيب الربح، الربح يجيب الربح. وني كابابل شوف اليوم في افريقيا ثم عقليه التونسي لازم ينحاها. يا ودي انت تو في القاره الافريقيه اسكو انت مرشح بارز وعندك الامكانيات باش تقارع على هالنجوم هذوما ولا ما تخاف من حد؟ ما تخاف من حد والا خلينا نتخبيو كالعاده نعملوا اكسبلوار لانكار دومي يظلمنا الاربيتر ونخرجوا ابطال. معناتها يعني خلينا نوضحوا يعني يا ندخلوا للقاره الافريقيه والبطولات الافريقيه كمرشح بارز والا نقعدوا نبعثوا ليكيب اولمبيك والا نشوفوا حل اخر. معناتها اليوم زاد يلزمك اليوم انت تعمل سقف نتاع طموحات. اليوم في القاره الافريقيه كيما تزير تم بملعبيتها كيما احنا عندنا زاد ملعبيه نكرازيو بها غانا وكوت ديفوار سي فري عندهم نجوم، لكن احنا عندنا الروح عندنا الجرينتا عندنا سوليداريتي. يعني نتصور اليوم يا ندخلوا بالمليان ونقرعوهم الناس هذوما ونفرضوا روحنا في القاره الافريقيه باش يقراوا لنا حساب، يا نقعدوا نسقاطوا بالسرقه ونقعدوا متخبين ومره اكسبلوا مره انكار مره نجحنا مره ما نجحناش. وراو باش تجيب تيتر افريكان ثاني راو مش بساه، يلزمك برشا تحضيرات ويلزمك برشا جرينت وبرشا روح. ولي كونديسيون تاع الكامرون ماهمش لي كونديسيون تاع تونس، السخانه تشوف لي زادفيرسير لي زاربيتراج داخل في اللعبه ان شاء الله يكون في عوننا. وكا هو ذاك شنو نقول. جست كلمه على مقابله الجزائر وسيراليوني، النتائج 66% امتلاك كره للجزائر، خلقت 19 فرصه، سدت 8 مرات في المرمى مقابل تسديدة وحيدة المنتخب سيراليوني على المرمى الجزائري، وفي الأخير الزوز فرق اقتسموا النقاط. دونك يعطينا شوية الفيزيونومي نتاع الماتش كيفاش مشات. الجزائر اليوم اللي تعرضت لأول تعادل في الدورة 0-0 ضد منتخب سيراليوني، بعد شوية مصر باش تبدا تفتتح المنافسات نتاعها في الكان توتال انرجي ضد منتخب كبير اللي هو المنتخب النيجيري، وكذلك منتخب السودان اليوم مع 8 يلعب ضد غينيا بيساو. غدوة المباراة الأولى للمنتخب الوطني، يكونوا معنا بداية من ماذي ساعة المباراة مع ماذي ساعتين. ذكروا بسرعة بالتشكيلة المحتملة إلى حد الآن ويبدو كوني مؤكدة، بن سعيد على اليمين، المثلوثي على اليسار، معلول، برون والعيفة ومنتصر الطالبي في اللاكس، ثلاثي قدامهم العيدوني والسخيري، وثلاثي الهجوم باش يكونوا الخاوي، الخزري والسليتي. بالتوفيق إن شاء الله للمربوح. ان شاء الله مربوحه. شكرا لك لاعب الدولي السابق وبطل افريقيا 2004 انيس العياري، نورتنا وشرفتنا بحضورك. انيس السحباني كان معنا مباشره من ليمبي في اخر اخبار المنتخب. شكرا لك اسلام المدب، وليد برحومه مقدم الميكرون، حييكم. تقابلوا غدوه ان شاء الله في توقيت استثنائي مع ماذي ساعه. شكرا عليا في الاخراج، وتلقاو الفيديو مع ادم المدب. في الامان وباي باي.